عليكم. اليوم نروحوا للمدينة تاع وهران لنقف على الأشغال نتاع الإقامة الضخمة اللي راهي قيد الإنشاء مش بعيد على الطريق الساحلي فرانج ماريتيم، إذا بالقرب من إقامات موبيل آرت أو إقامات الباهية. إذا نروح نشوف أين وصلت أشغال نتاع هذه الإقامة الكبيرة، إقامة القارات الخمس، ما يسمى بالقارات الخمس. إذا نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول هذه الإقامة السكنية والمشروع يعني المتكامل، فيه عدة ملحقات كمركز تجاري وكل ما يعني شبه يعتبر ان بتي فيلاج كما يسمى، قولوا ان بتي فيلاج ان بروجي انتيغري، فيه عدة ملحقات اللي يحتاجها الإنسان في حياته. أترككم تتابعون هذا الفيديو والسلام عليكم.